هناك التحرك يقوده يعني التحالف او الحزب الديمقراطي مع تحالف السياده للذهاب الى الحنان وطرح مشروع وطرح تحديد برنامج الحكومه الذي يعني يقدمه السيد محمد الشاع السوداني ومحاوله جاده لاقناع السيد مقتدى الصدر بهذا البرنامج. واذا لم تكن هناك قناعه من قبل السيد مقتدى الصدر بهذا البرنامج فالرؤيه التي سوف يطرحها يعني الوفد المفاوض هو بأن يتم سحب ترشيح السيد محمد الشاع السوداني وتم إعادة ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي ضمن مجموعة أخرى تضم السيد الكاظمي والسيد حيدر العبادي ومحمد توفيق علاوي. نعم. أعتقد هذا هو الحل الأمثل الأقرب الذي سوف يذهب به الوفد، ولكن يعني الرؤية العامة أعتقد باتجاه القبول بترشيح واستمرار ترشيح السيد محمد الشاع السوداني مع إعطاء وزارات مهمة ويعني سيادية إلى التيار الصدري، وهذا ما يعني تم الكشف عنه من خلال التسريبات والاجتماعات التي يعني جرت اثناء وبعد وحتى قبل اشجار 40 يوم بين ممثلين يعني التيار الصدري وممثلين يعني الاطار التنسيقي والقوى الكرديه والسنيه. وهذه هي الحقيقه التي يجب ان تفهم بان العوده الى الاضطرابات اصبح صعب جدا الا فئه معينه تحاول ان تعبث بالامن العراقي، لان تدخل السفيره الامريكيه كان واضح وتدخل المجتمع الدولي انه لن يسمح باضطراب في داخل العراق، وبالتالي فهمت الكتل السياسيه هذه المعادله وعادت الى المربع الاول للحوار وتشكيل حكومه ائتلافيه باسرع وقت ممكن.